مشاهدينا الكرام، لتسليط الضوء على آخر الأحداث في غزة وتداعياتها، معنا عبر الهاتف من مدينة جنين الصحفية الفلسطينية السيدة إيمان السيلاوي، ومعنا عبر سكايب من الضفة الغربية عضو المجلس لحركة فتح الانتفاضة الأستاذ عبد المجيد شديد. أهلا بكم، أهلا بضيفي الكريمين عضو مجلس الشورى الأستاذ عبد المجيد شديد. أبدأ مع الأستاذة إيمان. بداية، صحيفة فاينانشال تايمز قالت إن الهجوم على مجمع الشفاء الطبي يظهر أن إسرائيل بعيدة عن تحقيق أهدافها. إلى أي مدى يمكن القول إن قوات الاحتلال خسرت حربها على الرغم من المجازر التي ترتكبها؟ نعم، بداية حياكم الله، رحمة للشهداء. لنقل من البداية، حرب على غزة لها مر عليها نصف سنة، ستة أشهر، وإسرائيل أو لنقل الجانب الإسرائيلي، الشعب الإسرائيلي معزول خائف، اقترب على من ناحية اقتصادية على الإفلاس، غارق في المشاكل مع الاتحاد الأوروبي وخصوصا الولايات المتحدة أيضا، بسبب أمريكا لها رأيان، رأي أمام العالم أنها تريد السلام وإيقاف الحرب، ورأي بينها وبين طفلتها المدللة إسرائيل استمري ونحن معك في مثلا دخول رفح في هذه الفترة، يتحدثون عن تحضيرات لدخول رفح. من يمين نتنياهو حسب الإعلام العبري يقول هو المجرم الأكبر في تاريخ الشعب الإسرائيلي. طيب أستاذ إيمان، يعني نريد أن نفهم قليلا من وجهة نظرك، ما الذي يعنيه الدور الأمريكي المتضارب ما بين مساعدة أو محاولة إيصال المساعدات إلى الفلسطينيين المحاصرين وما بين إرسال أسلحة إلى الكيان الإسرائيلي؟ يعني ما الذي تريده الولايات المتحدة بالتحديد؟ الشعب الأمريكي ترى هنالك قسمان، الشعب الأمريكي، الحكومة الأمريكية، الرئاسة الأمريكية تقول لإسرائيل نحن ندعمك، نحن معك، سيتم القضاء على غزة، سيتم مثلا دخول الآن فترة هذه تحضيرات لاقتحام رفح، والكل يعلم أن كل شمال غزة توجهوا، وصل عدد الفلسطينيين في رفح إلى أكثر من 1.5 مليون لاجئ. إذا هنالك خطورة في أي تفكير في اقتحامها، مجازر جديدة ولها ضوء، لإسرائيل الضوء الأخضر من الولايات المتحدة. أما الجانب الآخر وهو الشعب الأمريكي الذي يتغنى بالإنسانية، يقدم، يطالب بالسلام، يطالب بإدخال المساعدات، يطالب بالتخفيف عن الأطفال الفلسطينيين وإيقاف المجازر وإيقاف الإبادة. هناك ازدواجية معايير. طيب، أعود لحضرتك بعد لحظات أستاذ إيمان إذا تسمحي لي. نكرر التحية مرة أخرى للأستاذ عبد المجيد شديد. أستاذ عبد المجيد، صحيفة هارتس العبرية قالت إن غزة أو الحرب في غزة هي الأكثر فشلا، ونتنياهو المجرم الأكبر بحسب صحيفة هارتس العبرية. يعني هل باتت غزة هي نهاية نتنياهو ومستقبله السياسي؟ ما يفعله الآن في القطاع وهذه المجازر هي بداية النهاية لنتنياهو؟ هي الأخوة لضيوفك الكرام وللمشاهدين، أهلا وسهلا، والرحمة لأرواح شهدائنا الأطهار، والتحية للمقاومة التي تسطر أروع ملاحم التحدي والصمود. يعني أخي الكريم، نحن تحدثنا من اللحظة الأولى بعد بداية الحرب بأسبوعين تقريبا، وقلنا بأن ما يقوم به هذا نتنياهو النازي الصهيوني النازي هو ليس لإعادة الأسرى الصهاينة الذين هم بيد المقاومة الفلسطينية، بل بالعكس، وكان يحاول أن يطيل أمد المعركة من أجل أن يبقى على رأس الحكم في هذه الحكومة، ومن أجل أن يبقى على الكرسي، لأنه كان يعلم جيدا بأن إذا انتهت المعركة بين المقاومة الفلسطينية وبين الاحتلال الصهيوني فهو سيذهب إلى المحاكمة وإلى السجن وستنتهي هذه الحكومة. واليوم يعني الجمهور الصهيوني وأيضا الإدارة الأمريكية، الشيطان الأكبر، الإدارة الأمريكية اليوم يعني اكتشفت بأن ما كان نتحدث به نحن كقادة، يعني
الشعب الفلسطيني وايضا المحللين السياسيين والكل اليوم اكتشفوا زيف هذا نتنياهو بانه يعني يقوم بقتل هؤلاء الأسرى ويقوم بمحاولة إطالة أمد هذه المعركة ليبقى على هذه الكرسي. وما يحدث في الشارع الصهيوني، وأنا أتحدث معك الآن وأنا أتابع الإعلام العبر إعلام العدو الصهيوني، ونرى الآن الصور التي تخرج من أراضينا المحتلة للمئات من الصهاينة الذين يتظاهرون أمام مكتب الوزراء الصهيونية الصهيوني ويطالبون بإبرام صفقة بين المقاومة الفلسطينية وبين الاحتلال الصهيوني والإطاحة بنتنياهو وحكومة نتنياهو. هذا أكبر دليل بأن اليوم ورقة نتنياهو قد يعني انحرقت وأصبح مكشوف أمام الجمهور أيضا الصهاينة. واليوم ما يقوم به نتنياهو هو مجازر في قطاع غزة لأنه غير قادر على مواجهة الاحتلال المقاومة الفلسطينية، ويقوم بارتكاب المجازر ضد النساء والأطفال وهدم المنازل وحتى المساجد يعني والجامعات، الحجر والبشر والشجر، ولم تستم من هؤلاء النازيين الصهاينة النازيين. يتحدث عن مستشفى الشفاء وإعادة يعني إعادة العادة مرة أخرى إلى التفتيش وتدمير لمستشفى الشفاء، ويتحدث عن إنجازات. ما هي الإنجازات؟ يعني اليوم أخرج يقول بأن هناك إنجاز، قام باغتيال لقادة من الأسرى الذين تم يعني تحريرهم في الصفقة الصهيوني، الجندي الصهيوني الذي كان بيد المقاومة الفلسطينية شاليت قبل أعوام. هل هؤلاء هم الهدف أو بنك الأهداف الذي يتحدث عنه؟ هؤلاء أسرى محررين كانوا داخل المستشفى، ولكن المقاومة الفلسطينية تخرج كل يوم فيديوهات وهي تواجه هذا الاحتلال الصهيوني، وهذا يدل بأن المقاومة الفلسطينية على أشدها. وكما رسمت هذه المعركة من اللحظة الأولى، وقلنا من بداية معركة 7 أكتوبر هذه المعركة تكللت بالنجاح وتكللت بالانتصار رغم الآلام التي نراها اليوم بدماء أطفال شعب غزة، شعبنا في قطاع غزة الأطفال والنساء، إلا أن هذا نتنياهو يصب حقده وفشله أمام جمهور الصهيوني على أطفال قطاع غزة. والمقاومة الفلسطينية يوم أمس وقبل أمس وقبل يومين أيضا أوصلت رسالة من جديد من نار بعد يعني 6 أشهر نصف عام لبداية هذه المعركة بالصواريخ التي أطلقتها المقاومة، عدة دفعات من الصواريخ التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية من قطاع غزة لتدك أراضينا المحتلة. وهذا يعني بأن المقاومة كما يعني بدأت هذه المعركة بالانتصار كما هي باقية وكما ترسم لهذه المعركة منتصرة بإذن الله، وستخرج منتصرة وسيخرج هذا المحتل الصهيوني مهزوما ومدحورا، ويعني وهو يجر الخيبة من قطاع غزة، وهو يغرق هذا الجيش الذي هو الآن يغرق في رمال غزة بانتصار المقاومة الفلسطينية. وما بعد لحظات أستاذ عبد المجيد إذا تسمح لي أعود مرة أخرى للسيدة إيمان السيلاوي. السيدة إيمان، إحياء يوم الأرض على وقع المجازر هكذا ذكرت منظمة العفو الدولية، ماذا يميز هذا اليوم في ظل ما يجري في غزة، وكيف يمكن زيادة زخم الرأي العام العالمي تجاه القضية الفلسطينية من أجل دعمها؟ نعم، طبيعة صمود الشعب الفلسطيني يجعله وجوده في الأرض وتشبثه بحقه هذه أرضه هذه ترابه. في كل عام منذ 30 مارس 76 والفلسطينيين يحيون هذا اليوم. كان نذكر سريعا كان هنالك إضراب في الداخل المحتل الداخل 48 ضد قرار الحكومة بمصادرة 20,000 دونم من الفلسطينيين العرب الفلسطينيين الذين يعيشون في أرض 48، أرضهم أرض فلسطين التاريخية، ولكن قتل على أثر ذلك 6 فلسطينيين. ومنذ ذلك اليوم حتى يومنا هذا تحيي فلسطين سواء كان في الداخل أو في الضفة أو في غزة أو في الشتات، مخيمات الشتات يحيون هذا اليوم، واليوم أحيي هذا اليوم في غزة أيضا.
وسط الإبادة، وسط قتل الأطفال. هذه رسالة للعالم، أن الصامت الأعمى الذي لا يريد أن يتحدث عن الحقائق، لا يريد أن يدعم الفلسطينيين في حقهم، هذا حق في أرضهم، هنالك تمييز، اضطهاد، اقتلاع من أرضهم، هكذا يجب تحديه بالثبات والصبر وتعزيز كرامتهم في أرضهم. طيب نعم. يعني سيدة إيمان، بعثة المجالس الدولية لحقوق الإنسان قالت إن عملية قتل الأطفال والتطهير العرقي الذي تمارسه إسرائيل يندرج ضمن الإبادة الجماعية. كيف يمكن البناء على هذه المواقف لمحاكمة الاحتلال فيما بعد؟ نعم فعلا هي إبادة جماعية. عندما نرى قتل فلسطينيين مدنيين عزل، كان آخرها مشهد مؤلم استطاعت الكاميرات أن ترصده بقتل شابين في ربيع العمر بجرافات ودبابات، ثم دفنا أحياء، وكان مشهدا مؤلما. أتمنى أن حقوق الإنسان، المنظمة العفو الدولية، ما يسمى بمحكمة العدل الجنائية، هذه المحكمة الجنائية، أن ترى بعين الحقيقة ما يحدث، وأن تقف لمنع الإبادة، وقف الإبادة بأسرع وقت الآن، ليس من خلال مفاوضات. الأمر لا يحتمل مفاوضات في قتل الأبرياء. منظمة العفو الدولية يجب أن تكون أكثر، الفلسطينيين يجب أن يدعموا من الشعب العربي الصامت بداية، والرؤساء العرب الصامتين الذين لا يحركون ساكنا. نعم هنالك عمل على مساعدات من القبل الدول العربية وتسعى لدخولها عن طريق مصر، ولكن معظمها يقف خلف الحدود. ولكن يجب وقف الإبادة بأسرع وقت، هي إبادة. وأيضا كذلك إضراب الفلسطينيين في هذا اليوم. طيب. 30 مارس أيضا أحيا للشعب الفلسطيني الكرامة، تثبيتهم، تشبثهم في هذه الأرض. أعود لحضرتك بعد لحظات أستاذ أيمان. أستاذ عبد المجيد، مرة ثانية ذكرت حضرتك قبل لحظات بشأن متابعتك للإعلام العبري وما يرصده من أحداث تدور داخل الكيان، لكن أيضا هناك عن طريق الإعلام العبري نقل عن مصادر مطلعة تتعلق بمتابعتها لقضية الوفد المفاوض لتبادل الأسرى، أن هناك مطالبات من الوفد وانتقادات وجهت إلى حكومة الاحتلال، المطالبة بالمزيد من الصلاحيات. هل تعتقد بأن يعني قضية التفاوض هي شكلية من جهة الكيان الصهيوني، أنه لا يسعى أصلا يعني يكون جادا من هذا الطرف، أم أن نتنياهو الآن دخل في مأزق عندما تفرض عليه هذه الضغوطات في سبيل إعطاء مزيد من الصلاحيات للوفد المفاوض؟ يعني هناك أكثر من جولة مفاوضات كانت بين الاحتلال الصهيوني وبين الوسطاء ومع المقاومة الفلسطينية، وجميع هذه المفاوضات كانت مفاوضات شكلية، إلا هذه اللحظة التي نتحدث فيها وهذا اليوم هناك ضغط كبير. من يرى ما يحدث اليوم في الداخل أراضينا المحتلة، هناك ضغط كبير جدا. أنا أتحدثك ليس بالمئات، أنا أتحدثك بالآلاف المغتصبين الصهاينة يخرجوا في شوارع أراضينا المحتلة، وهناك ضغط كبير على هذا نتنياهو. واليوم هو في مأزق كما تحدثت. نعم صحيح، وهناك أيضا الشباك الصهيوني يعني أعطى توجيهات لهذا لحكومة نتنياهو بأن يعطي صلاحيات للوفد المفاوض قبل انفجار الوضع في الداخل الصهيوني وفي داخل أراضينا المحتلة مع العدو الصهيوني، وأيضا انفجار الوضع في الضفة الغربية. نحن نتحدث عن انفجار في الضفة الغربية، هناك يعني العمليات التي كانت في خلال شهر رمضان هي عمليات للاحتلال الصهيوني، عمليات موجعة للاحتلال الصهيوني، وكانت عمليات نوعية نفذتها المقاومة الفلسطينية والشباب الثائر في الضفة الغربية. الاحتلال الصهيوني يحاول أن يتكتم عن هذا الانفجار، لن يمر على هذا الاحتلال العمليات بهذا النوع. وأنا أتحدث خاصة عن الجمعة الماضية عندما كانت عملية البطل الذي في مدينة رام الله، العملية البطولية التي يعني دارت لعدة ساعات،
اوقعت خسائر في العدو الصهيوني هنا الان. هذا نتنياهو وهذه الحكومه في مازق، يعني في نهايه هذا المطاف يعني الامور واضحه، سيخضع هذا نتنياهو لهذه المطالب المقاومه الفلسطينيه، وباذن الله ستتكلل بافراج عن صفقه لتبييض السجون الصهيونيه من الاسرى الفلسطينيين الذين الان يعني أود أن استثمر الوقت معك استاذ عبد المجيد لمناقشه نقطه تتعلق بما تفضلت، الضغوطات التي يتعرض لها نتنياهو. الولايات المتحده كما طرحت السؤال على السيدة إيمان في البداية، ما بين تدعو حكومة الاحتلال إلى وقف إطلاق النار وما بين ترسل مساعدات عسكرية إلى الاحتلال، يعني أمريكا الراعي الرسمي للكيان في الشرق الأوسط وهي التي توفر له الحماية الدائمة والتمويل الدائم والاستمرارية. طيب هل تريد، هل جادة الولايات المتحدة بالضغوطات التي تمارسها على حكومة نتنياهو في سبيل وقف إطلاق النار، أم هي استعراضات إعلامية في سبيل تخفيف الضغط الشعبي في الداخل الأمريكي وخارجه؟ يعني دائما نحن نعلم جيدا بأن أمريكا هي محور الشر في المنطقة. أمريكا اليوم يعني اليوم قدمت مساعدات من جديد بالأسلحة وطائرات وقذائف إلى الاحتلال الصهيوني من أجل أن يقوم بإبادة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وهذا يدل بأن أمريكا اليوم هي شريكة في هذه العملية، عملية الإبادة لشعبنا في قطاع غزة. وما يقوم به، ما يحدث، كل هذه الفبركة الإعلامية هي فقط من أجل الفبركة الإعلامية كما نقول دائما. وأمريكا اليوم هي متواطئة مع الاحتلال الصهيوني، وهي تدعم الاحتلال الصهيوني كان بالسلاح وكان سياسيا. ويعني ما حدث في مجلس الأمن من قرار وأيضا عدم أمريكا من استعمال الفيتو هي مجرد يعني زي ما بنحكي بالعامية قرصة دان لنتنياهو، لأنه لم يحقق شيئا على الأرض، وهي يعني من أجل أن يقوم ب يعني تعزيز على الأرض في قطاع غزة، ويحاول أن يعني إيجاد حل لما يحدث في قطاع غزة بالحكم العسكري وبالضرب العسكري وبالإبادة في قطاع غزة. ولما يتحدث عن رفح وما يتحدث عنه أمريكا اليوم بأنها تجد هناك طرق غير الطرق العسكرية أو الاجتياح أو غيره لمدينة رفح، فقط هو فبركة إعلامية، ولكن هي في يعني الخفاء تقوم بدعم هذا الكيان الصهيوني وبغطاء لهذا الكيان الصهيوني. لأن الجميع يعرف أن أمريكا هي دائما يعني أين وجد الشر تجد أمريكا، وهذا ما يحدث اليوم في قطاع غزة. وبإذن الله يعني سيكون هناك لجم لهذا الاحتلال الصهيوني ولأمريكا، وستكون هي صفعة هذه المرة بين المقاومة وبين الاحتلال الصهيوني، التي ايضا هذا الاحتلال الذي يمثل امريكا على الارض عندنا. وعندما تقوم بهزيمه الاحتلال الصهيوني يعني هزمت امريكا، وباذن الله يعني المقاومه الفلسطينيه ستبقى صامده وستبقى تلقن هذا الاحتلال الدرس تلو الدرس كما علمتنا دائما، بان يعني هي الدرع الحامي لابناء شعبنا وللمقدسات والمسجد الاقصى. هذه المعركه التي حملت اسم طوفان الأقصى، الأقصى الذي هو ليس فقط للفلسطينيين، هو للعرب وللمسلمين ولكل أحرار العالم. فعلى الجميع أن يتحرك من أجل أن يعني حماية شعبنا في قطاع غزة، ومن أجل حماية المسجد الأقصى، المسجد الأقصى الذي اليوم يتعرض أيضا إلى مضايقات، المصلين يتعرضون إلى مضايقات واعتداء عليهم، وأيضا فرض الحواجز ومنع الدخول للمصلين في شهر رمضان. الجميع يعلم بأن في شهر رمضان جميع الفلسطينيين إن كان في الضفة الغربية أو في القدس أو في أراضينا المحتلة عام 48 يتوجهون بأعداد كبيرة إلى المسجد الأقصى. اليوم فرض الاحتلال يعني حواجز وفرض معوقات لعدم وصول هؤلاء المصلين إلى المسجد طيب. الأقصى، ومن تدخل بطريقته يقوم نعم. الاحتلال بالاعتداء عليه. اليوم مطلوب من الجميع وقفة جادة من أجل يعني حماية المسجد الأقصى، وأيضا حماية أهلنا وأطفال غزة من الإبادة التي نراها على شاشات التلفزة جميعا. شكرا جزيلا لك أستاذ عبد المجيد شديد، عضو المجلس الثوري لحركة فتح الانتفاضة، كنت معنا عبر سكايب من الضفة الغربية. فيما تبقى من وقت انتقل للأستاذة إيمان السيلاوي. أستاذة إيمان، مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بفلسطين فرانشيسكا ألبانيز قالت إن الاحتلال باشر بالإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين حتى قبل الحرب الأخيرة عبر استهداف الأطفال،
بغية استئصال الشعب الفلسطيني بالكامل من هذه الأرض. يعني هذه التصريحات القوية التي تخرج من الأمم المتحدة، لكن في النهاية هل لها ترجمة على أرض الواقع؟ هل تترجم؟ هل تعتقدين بأن هناك ربما قد يكون موقفا دوليا مختلفا في المرحلة القادمة، أم تبقى مجرد تصريحات للاستهلاك الإعلامي؟ مقررة الأمم المتحدة الخاصة بفلسطين هي دائما حاضرة في المجتمع الفلسطيني، دائما متواجدة في فلسطين. تعرف القتل الذي تم في مخيم جنين أو مخيم طول كرم، نحن نتحدث عن إبادة، قتل كان بالعشرات في فترة زمنية وجيزة قبل حرب 7 أكتوبر. نحن نتحدث منذ 3 سنوات تعاني على سبيل المثال منطقة الشمال في الضفة الغربية من القتل المستمر، كذلك الحروب على غزة كانت أيضا حروب إبادة جماعية، قتل القصف بالطائرات الاف 16، نحن نتحدث عن قصف أي أنه سيقتل واحد أو اثنان، يقتل عدد كبير وهم أيضا من المدنيين وليس عسكريين. نتحدث أيضا عن ما قالته هي فقط فرق، أنا أراها فرقعات إعلامية تجميل سياسة الأمم المتحدة بأنها تقف مع حقوق الإنسان، مع حقوق الشعب الفلسطيني الذي يباد، يرقص أن نرى دموعهم في وجوههم في الإعلام، ولكن على أرض الواقع هل قامت الأمم المتحدة بوضع قرارات صارمة؟ مثلا ضغطت على محكمة العدل الدولية؟ لا. هل لها موقف صريح بإيقاف الإبادة؟ حتى مقرات الأمم المتحدة في الضفة وغزة أبيدت، دمرت، إذن هي فقط للإعلام، أراها كذلك. شكرا جزيلا لك يا أستاذة إيمان السيلاوي الصحفية الفلسطينية، كنت معنا من جنين عبر الهاتف.